وين وليد؟ والله العظيم ما بعرف. مين فيهم البيت؟ ما في حدا. تصرف حدا. مين في البيت؟ ما في غير فاتية. دايلة شوف. فاتية؟ فاتية. بيش لأمك بيشها. اسمعي خالي، اليوم وليد ابنك هجم لعنا على بيتنا ومعه شوية زعمة مثل حكايته، تهجم على مرتي وكان بده يضربها لأمي بس أهل الحارة ما خلوا. أنا هلا بحسن عمل مثله وضرب. ما لكم علاقة بالشي اللي عملوه ابنكم الوليد، وتكسر بيتكم، وانا وابي وامي ومرتي ما لنا علاقة بالشي اللي عملته اختي، وابنكم تهجم على بيتنا وعلى الحارة. هلا صرنا خلاص تعادلنا، بس بتقولي له لابنك الزمن بيني وبينه وحسابي معه على الايام اللي يا بيخنقني يا بخلوه، وبدي اياكي تنصحيني انه يتعلم يحبس نفسه كثير منيح، لانه حياته رح بتكون معي كثير صعبه، فهماني؟ الله لا يوفقك. الله يسلمك يا ولدي. اسمع حسك انت وبنتك، ها؟ قسما بالله فوت بفجركم، بس لحتى اطلع برات البيت بتعدي بتولولي على كيفك، فهماني؟ يا سلام. هلا الله يسامحك يا ولي. شي خلاك؟ ايه فشيت. هلا شو؟ خذني على بيتك في شغله ضروريه بدي اعملها. مين هدول؟ يمكن رفقات الوليد كانوا عم يتخانقوا معه. يخرب بيته، شو مشكلة؟ زين زين. سلامة يا حمامة، أهلا وسهلا. كيف
حالك اختي ام الزين؟ الحمد لله. ابو الزين ما هو هون والله. من عارفه هو جابر هلا لحقينا كمان شوي. ها كني جايين تسهروا عنا؟ ميت اهلا وسهلا، بس لو مبكرين شوي انا بنام بكير. بس يلا كرمالك بس هالربع ساعه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بنجوى واللي مع نجوى. تفضلوا خيتو تفضلوا اهلا وسهلا. تعالي تعالي مرت عمي، يلا يلا يا منى يلا تعالي نهلا. اهلا وسهلا منولي. طيب مرحبا تفضلوا اهلا وسهلا. بس اهلا وسهلا مرت عمي. اهلا وسهلا خالتو. نهلا كمان اهلا وسهلا نيتي السلامة. اشتقت انك تقبريني، اشتقت لصوتك. تفضلوا تفضلوا بس جاي تسهر المسكرة. ويا ام الزين حطي برتقان وتفاح. اهلين والله. ايش كني بدنا نطعمي الحارة؟ منين بدنا نجيب العمش وما بتستحي؟ ميت السلامة ميت السلامة. بس يمكن على وصول ان شاء الله. لا تفهموني غلط بس ما هي حلوة السهرة بدونهم. ما هيك ام جابر؟ اي والله ما حلوة. نجوى كملي لي ايش صار بعدين بعد ما جابر عمل العملية؟ اجوا الحمد لله. مساء الخير. مساء الخير. اهلين وسهلين بنور العين. ابو الزين تاكل بزر؟ الله يصحى. أهلين جابر. أهلين أختي من الزين. صحيح أساورك الذهب لساتك عم تضيعيه ولا صاروا ألماس؟ شو؟ إنه لا يعني ما شاء الله ملحوشة صيغتك بالعادة بتكون هون ولا هون ولا هون. إيش بك جابر؟ كني عم تستلمني؟ أبو الزين سكت لنا المسجلين. مسجلين؟ خلص أبو الزين ما بدي أسمع ولا حرف، فرطي لنا إياها. أفرط لك إياها؟ ونحن اللي ناطرينكم لنتحادث لنتسامر لنلقش، مو لحتى نسمع كلام ببيتنا. أختي من الزين ما تواخذينا، جابر مش قصده يعني. لا 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 لا، قاصد. قاصد من الزين، قلنا لك خلص. إيش بك؟ وأنت كمان علي؟ ولك قلنا لك سكريها للإذاعة، سكريها بقى. سكرناها. زين لما جيت لعندكم هديك المرة كنت فقير ومعتر والدين راكبني ركب، بس هلأ في معي بالبنك 3 ملايين ليرة. شقد؟ 3 ملايين ليرة. راح بشتري لك صيغة وذهب ب100,000، بس بشرط انك تكوني اختي ام الزين، لاني بعرف انه معدنك اصيل وطيب. راح احط عشاء. ايه امي شو صار معك؟ شو ساويت بهالغيبة؟ كسرت له بيته لوليد. شو؟ ايه امي جابر تبع امبارح خلاص راح، صار في جابر جديد، راح خليه عض اصابيعه وندم على الشيء اللي عمله. لك دخيلك يا امي، نحن ما بدنا مشاكل والله مو ناقصين، يلي فينا مكفينا. امي المشاكل هي اللي عم تجي لعندي، انا بعمري ما رحت لعندها، بس من اليوم رايح يا بنت اهلا وسهلا باي مشكله. الله يرضى عليك يا امي، الله يرضى عليك. استهدي بالرحمن. الرحمن على عيني وراسي امي. انت خلاص هتتدخلي بهالامور. رح نقعد لنا 2-3 يومين عند ابو الزين لبين ما ننتقل على بيتنا جديد. لكل حادث حديث. حسبي الله ونعم الوكيل.